حفر ميشيل جاك قبو النبيذ هذا بيديه. الزوار القليلون يسمح لهم بالقليل من الكلام. الجو تملأه أغاني لغريغوريان، وعلى الجدران توجد المجموعة التي لا تقدر بثمن من النبيذ حول العالم. نحو 40,000 زجاجة موجودة هنا، ومن ضمنها بعض الأسماء المرموقة عالمياً. بدأت القصة مع قبو لشرب الجيد من النبيذ مع العائلة، ومن ثم تحولت إلى نوع من التجميع، لأنني كنت في الأصل أهوى تجميع الطوابع والمعادن. بعدها أدركت أن اللذة في اقتناء قبو جيد يمكن أن تجلب لي أيضا بعض المال، ومن ذاك بدأت الاستثمار عبر الحصول على المزيد من النبيذ. في وقته جاء الاستثمار. الروس والصينيون من الأثرياء الجدد قصدوا السوق عام 90، فارتفعت قيمة المجموعة لدى ميشيل جاك كثيراً في 10 سنوات. المشكلة أنه لم يعد قادراً على مواكبة المزيد من ارتفاع الأسعار، وبعدما دخل في الدين ببيعه بعضاً من الطرازات الفاخرة لديه، بات يعرض مجموعته اليوم في مؤسسة أنشأها، والتي يأمل أن تعيد إحياء مجموعته. سأبحث عن كفيل أضمن أن ماله سيساعد المؤسسة وليس أنا، لأن مؤسسة شاسوي هي جزء من الإرث الإنساني. قد يعتقد البعض أنه يمكن سداد الدين ببيع بعضا من هذه الزجاجات. بالنسبة إلى ميشيل جاك هذا غير وارد على الإطلاق، فهو يود إغناء مجموعته تكريما للنبيذ. وحتى من دون أن ينزع السداد عنها، تبعث هذه الزجاجات من القرن 19 المهداة إلى كارتييه الكثير من الفرح في نفسه. تكاد تدمع عيناي. عزيزي ميشيل، هذه زجاجة نكتار من القرن 19، مكانها في القبو لديك أفضل بكثير من عندنا. 1847.